لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيمة الليلة اللي حنتكلم عنها هي أكل الطيبات. وأكل الطيبات طبعا في ناس بياخذوا المسألة كده إنه المطايب يعني الحياة الدسمة وكده، لا لا حقيقة ما بالمفهوم ده. لكن أكل الطيبات اللي هو تحري أكل الحلال، كلوا من طيبات ما رزقناكم، والحلال بين والحرام بين، وأكل الطيبات دائما وأبدا هو سبب من أسباب تنزل البركات من السماء. وكل ما سعى الإنسان لأنه يلتمس الطيب الحلال، الله سبحانه وتعالى سيبارك له في هذا الذي سيسعى إليه. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال، بيّن لأصحابه إنه كلوا من الطيبات، وإن الأنبياء كانوا يأكلون من الطيب وكانوا ينبذون الخبيث، يعني الشيء الذي فيه حرمة. فما نبت من سحت فالنار أولى به. أي حاجة الليلة الإنسان يستطعمه أو يدخل عليه من المال ما هو غير مشروع، يكون قد أنبت في جسده أو في جسد من يعول أنبت السحت، وهذا السحت سيعذبه الله عز وجل. يعني إذا جمع المال ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فأن يأكل الإنسان من الحلال. المرأة كانت على عهد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام تأخذ بتلابيب زوجها، تقول له يا هذا اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع ولكننا لا نصبر على نار الله عز وجل. شوفوا يا جماعة المسألة دي كيف، كون الإنسان أنت من الصباح وكون تأكل الطيب الحلال ما من العسر. يعني رب أشعث أغبر مدفوع بالأباء، ومأكله حرام وملبسه حرام، فأنا يستجاب له. في كثير ناس يقول والله إحنا بندعو ونحن قاعدين، لكن لو نظر بس رجع شوية كده بيلقى إنه والله لربما قد شاب هذا الذي يأكله أو الذي قد جمعه شابه الحرام. عشان كده يا جماعة خلونا إنه نحن نركز إنه ناخد هذه القيمة ونمضي بها إلى الأمام في كل حياتنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده، وكان يحب الحلال ويحرم على أصحابه، يحرم عليهم كل ما لا يليق بهم كأصحاب لهذا النبي صلوات الله وتسليماته عليه. إذن أنا دار أقول يا جماعة، أكل الحلال بيخلي إنه البركة تتنزل، البركة في العمر، والبركة في الأرزاق، والبركة في الأموال، والبركة في الذرية، يجعل الله سبحانه وتعالى تتنامى دائما وأبدا. والحرام أنا بقول ما عنده موقع من الإعراب في حياة المسلم برمته، لأنه أنت حتترك ما جمعته إن كان من حلالا أو حراما ستتركه، وستمضي إلى الله عز وجل يحاسبك بما قد كنست وبما قد جمعت. نسأل الله أن يجعل لنا من الرزق أطيبه وحلاله وأبركه. قولوا آمين.